إذا غاب الإنسان عن الأنظار وأرخيت عليه الأستار، وما بقي إلا أن يصيب حدا من حدود الله الواحد القهار. جاءت هذه الخشية التي يعصمها الله عز وجل بها من معصيته، ولذلك وعد الله عز وجل أهل هذه الخشية بثمرتين، إحداهما في الدنيا وثانيتهما في الآخرة. ومن ثم ذكر بعض العلماء رحمهم الله من مشائخنا عن رجل كان في عنفوان شبابه واكتمال شهوته كان يطلب العلم، وكان هذا العالم الذي يحدث القصة من علماء الأزهر، يقول خرج هذا الشاب الصالح لكي يتعلم العلم ويرجع إلى أهله، فنزل في بيت بجوار هذا الجامع الذي هو جامع الأزهر، فمكث أياما يطلب العلم، فرأته امرأة من الجيران فأحبته وأرادت أن تصيب معه الفاحشة والعياذ بالله، فطلبت يوما من الأيام شديد البرد، فجاءته بعد العشاء بعد أن نام الناس وهدأت العيون وغابت الأنظار، فقرعت عليه الباب في شدة البرد، وما إن فتح الباب إلا وهي في وجهه كأجمل ما تكون عليه المرأة الفاتنة. فلما وقفت عليه ادعت أنها قد جاءت وأهلها نائمون، وأنها تريد أن تكتفي شر البرد، وما شعر إلا وهي بداخل غرفته. فلما دخلت حدثه الشيطان بالسوء، وكان قد أوقد مصباحا له يقرأ كتب العلم عليه، فلما حدثته بالسوء أخذ إصبعه فوضعه على نار المصباح وجعل يبكي والدموع تنهمل من عينيه ويقول: حس، هل تطيق على النار صبرا؟ هل تطيق على النار صبرا؟ وكلما حدثته نفسه بالسوء أوقد النار فأدخل إصبعه فيها، فانذعرت المرأة وخرجت من ذلك البيت حتى أتت إلى أبيها في الصباح فأخبرته ما كان من شأن هذا الخائف لله، وقالت له: والله لا أرضى بزوج سواه. فأخذها أبوه وزوجها عليه. فهذه من عاجل ما يكون للإنسان الذي يخاف الله عز وجل، أنه إذا خاف الله في الدنيا جمع الله له بين ثمرة الدنيا والآخرة. من عاجل ما يكون للإنسان الذي يخاف الله عز وجل، أنه إذا خاف الله في الدنيا جمع الله له بين ثمرة الدنيا والآخرة.